رضوان المرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. سعدت اليوم بترأس هذا الحفل البهيج، حفل تسليم الأوسمة الملكية على المنعمة إليهم. هما تلة من الأساتذة الجامعيين تابعين لمختلف المؤسسات الجامعة، وكذلك تلة من الأطر التقنية والإدارية اللي اشتغلوا مدة سنين وسنين من أجل طلبة ومن أجل يعني المؤسسات الجامعية ومن أجل الرفع يعني من مستوى الجامعة، أداء الجامعة تربويا وإداريا وتقنيا. وكذلك نود يعني عبر هذا الحفل أن نقول لجميع الأطر، الأطر التربوية والإدارية للجامعة، يعني نحن بحاجة إليكم لكي نرفع من مستوى الجامعة التي هي الآن تصل المراتب الأولى مغربيا، ونود أن يكون كذلك في الأشهر والسنوات المقبلة، وبكم يمكن أن نصل إلى مراتب أعلى وأحسن في السنوات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم.